يعني بالنسبة للإعلام ما تصور اليوم ممكن إحنا يكون عندنا منظومة إعلام كاملة، باعتبار اليوم ممكن أصبح هو من المهن اللي ممكن واحد على عجالة ممكن يدخل لها. إضافة لهذا كمية المستفرقين اليوم بالنسبة للإعلام إذا كان مقدمي برامج، أتحدث عن ظهورهم بالشاشة فقط طبعاً ما عليه بالكادر الفني، لكن المستفرقين اليوم بالإعلام كلش هواية، فلذلك يمكن كل يوم علامات استفهام على أغلب الأشخاص اللي يظهرون على يعني على الهواء. إضافة لمنافسة طبعاً مواقع التواصل الاجتماعي على بعض الشخصيات اللي تبرز بعدين تنسحب للإعلام، بس أتصور لازم يكون أكو معيار حقيقي لهاي المهنة. بالنسبة للدراسة يعني ممكن أنا انحاز لأن أكاديمي 100% أشوف الدراسة فشيء إيجابي، إذا ما كان دراسة فالثقافة لازم تكون موجودة حاضرة. ما يميز اليوم يمكن الإعلامي عن غيره أو الشخص اللي مثقف أو الشخص اللي دارس إعلام، ما يميزه هو أنه يكون أكثر يعني عقله أكثر متوسع أو ماخذ مساحة الفكر، الثقافة، الاستقطابات الفلسفية، النظريات، هذين اللي يقدر يوظفهن في سبيل أن يثقف جمهور. لأن اليوم أنت عندك رسالة، الرسالة الإعلامية هي أنه أنا شلون أقدر لهذا الجمهور أن يعني أن تشله من الواقع المرير العايش به، تدني الثقافة، عدم فهم المفاصل الموجودة بالمجتمع، وأقدر أني أخليه اليوم شخص إيجابي بالمجتمع، فشلون أسويها إذا كان ما عندي أدوات أنا؟ أكو فرق بين الشهرة والشهيرة. شهيرة أنه أنت تنعرف بالطريقة السلبية اللي أنت موجود بيها، يعني هل تتوقع اليوم شخص ممكن يستخدم كلمات نابية، يستخدم ممكن ديكورات أو أشخاص هم متدنين بالمجتمع، هل ممكن هذا اليوم أنا أسميه قدوة لمجتمع؟ لا طبعا مستحيل. إضافة لهذا مثلا اليوم الشهرة تأخذها أنت من خلال طبعا كمية الأداء والإنجاز اللي تقدمها أنت للمجتمع نفسه. يعني أنا من أحكي هواي مجتمع، لأن اليوم إحنا عايشين في هذا الجو في العراق باعتبار الإعلام الحر هو اليوم جديد، قد يكون عمره في 15-20 سنة. هذا الإعلام وصل إلى مرحلة أنه دائما إحنا نشوف الإعلام هو القدوة اللي إحنا يعني نقتدي بها، وممكن أطفالنا حتى يقتدون بها. بس الفكرة الرئيسية إلى أنه أنا ليش اليوم أتابع الشخص التافه؟ يعني أعتذر للجملة لكن هي حقيقة، هو تافه، إنسان متدني ثقافة، يلعب النفس، يحكي في قصة أو في قضية يعني يمكن عيب حتى يمكن نتداولها إحنا، يستخدم لغة الشارع، كلمات بذيئة من الشارع يسحبها وينزلها، ولن تلقى والله طشوة هنا. ذا الخلل وين؟ هو أولا طبعا الخلل على هذا الشخص شلون يسمح نفسه أن يقدم هذه الرسالة، خلينا نقول عليه أنه هذا متخلف ومتدني بالثقافة. شلون مجتمع اليوم يستقبل هذه الكلمة البذيئة ويبدي يحورها ويسويها عبارة عن لازمة في حياته؟ فبالتالي هي المسؤولية مركبة على الاثنين، الأولا طبعا هو الإعلام، واثنين المجتمع اللي يعني خلى برأس هذا الشخص أنه أنت جيد على أساس يلا وطوش. وهي للأسف صار الإعلام مو معرفة ولا ثقافة ولا تدفق معلومة، للأسف طبعا أصبح اليوم من اللي طاش يعني معروف أكثر ومن اللي مو طاش، وهذا المعيار بحياته. ولا يوجد مدرسة بالعالم للإعلام تحكي عن الشخص الذي يكون عنده شهرة ومساحة عالية، لا، أنت شقد توصل معلومتك للمجتمع بحيث هي تقدر تستقبلك باحترام وبالتقدير. يعني مرة صار يمكن موقف ويا أحد الإعلاميين، صديق هو، فقال لي أنت إيش دعوة هلقد شايف نفسك وهواي هيك أحسك إنه أنت مغرور وهاي؟ فقلت له أولا الموضوع ما يخصك، ثانيا أنا ما بعرف إذا أنا مغرور أو ما مغرور. إضافة لهذا اليوم الجمهور اللي أنا ممكن يكون هو تاب يعني يتابعني، فذاك الوقت هو يمكن أسمحها من عنده من باب المحبة، بس من أسمحها من باب الحقد، وقد يكون هو أنت من باب الحقد، يعني شفت أكون يعني نظرة صفراوية بالموضوع. فقلت له هو ما يشوفه غرور، هو يشوفه ثقة بالنفس. أنا أقرأ، أطلع، أسأل، عندي لازال إلى الآن أشخاص أتصل بهم، ممكن طبعا أساتذة أسألهم مثلا عن مفردة عن السالفة، وأحاول إن دائما أكون بالمجتمع أملك كمية، مو كلش طبعا أنا يعني مو ممكن عالم بالفكرة، بس بالتالي أشوف إنه شيء جيد وأستفاد من الجمهور اللي هم كلش أحسهم رصيدي بالثقافة وأثقف نفسي. بس سواء واحد يشوفها مغرور ما نشوفها ثقة بالنفس. حبيت السياسة بس شفت لأنه بها هواي تفاصيل ما تقدر تقدم بها خدمة للمجتمع، بس أنت مجرد تجيب سياسي اثنين يتعاركون وبعدين تعود تحصل الهيت اللي موجود، بينما بالمجتمع أنت تحس نفسك قاعد تقدم شيء للمجتمع، تحاول الثقافة تجيبه إيجابية. إضافة لهذا ممكن يعني ممكن من باب
ضحك. كنت صغير هواي كنت بين اصدقائي احاول اكون الشخص اللي مثلا متعارك ويا اهله، اللي عنده مشكله ويا اخوه ويا المدرس، دائما انا اكون بالصداره طبعا، لان كنت من زمان طبعا انا داخل بمجال الادب والشعر، يعني مو شاعر بس من هاي القي قصيده وما ادري شنو، واقف بالصف يعني شويه شاطر بالموضوع. المهم فكنت دائما اقرب بين التلميذ التلميذ والمدرس، بين الطالب والمدرس، فكنت عايش هذا الدور. دخلت بالاعلام، شفت انه هو جيد وممكن يقدم لك شيء، وهذا اللي يحقق لك رصيد وانت توصل به الى يعني الماده اللي احنا نفكر بها دائما كاعلاميين، وهي الرساله الاعلاميه والرساله الجماهيريه الحقيقيه اللي تقدر بها ان تنمي مجتمع، ما تبقي متخلف متدني منسحب للتقاليد العمياء للعادات الباليه، وتقدر تخليه الى انه هو يفكر بطريقه اكثر طموحا ويفكر بالمستقبل. يعني انت تكون رسالتك انه اني خلاص احاول اثقف نفسي، اتحمل مسؤوليه واخذ المجتمع وياي لهذا المكان. ممكن ليش سلطان اسم مر على بالي في يوم من الايام، وطبعا من خلال شخص يعني صديق كلش حبيته، اخذت الاسم حسيت بقوه، حسيت بايجابيه، حسيت بطاقه ايجابيه طبعا كلش كبيره، لان هو عبر عن القوه نفسها، فاختاريت الاسم. واليوم انا هذا الشخص او هذا الاسم، لانه شخص نفس الشخص بس هذا الاسم انا اللي بنيته على مدى سنوات، يعني تقريبا حوالي عقد من الزمن بنيته بالطريقه اللي اليوم يشوفوها المتابعين. فلذلك اصلا مرات يحكون مثلا انه والله انت مو اسمك فداء، انت ايش مسمي نفسك سلطان؟ طيب الاسم انا مختاره، يعني انت ما تعرف اسمي لو ما انا اقول لك شو اسمي، فانت ليش مستغرب؟ يعني اليوم طبعا اغلب الفنانين ما اقارن نفسي بهم، مو لان غرور طبعا بس لان هم عمالقه، يعني مثل فيروز هي مو اسمها فيروز، ولا شريهان هي نفس اسمها شريهان، هواي اليوم طبعا من النجوم، وعندنا نجوم عراقيين ومطربين عراقيين مو اسمائهم هي الحقيقيه، واتخذوا اسماء دخلوا بها لعالم الفن او عالم الاعلام او غيرها. يعني الرسالة اللي أقولها قد تكون هي جدا قاسية، لكن أرجو أن من الإعلامي شوي نبطل تفاهات، نبطل أشياء سخيفة، نبطل نوع من المحاولة للوصول. أنت اليوم مو قرقوز تحاول أن ترتب نفسك وتخلي الناس تضحك عليك، أكو فرق بين النكتة طبعا بين النكتة وما بين أن تكون أنت مرح وتسعد الآخرين، ما بين أنه أنا أضحك يعني على النكتة اللي تحكيها أو على الموقف اللي تسويه أو أضحك عليك، طبعا أضحك عليك معناها مستهزي بيك ولك من فوق لي جوه. فلذلك يمكن التفاهة شوي نحاول نقلل من عندها، إضافة لهذا السطحية الموجودة عند بعض الإعلاميين أرجو أن نبتعد عنها. تدور أنت تطش براس غيرك تروح تجيب لك شخصية وتسوي عليها فد مواقف، ثقف نفسك، حاول أن تقرأ، حاول أن تكون إنسان أنت إيجابي، حاول أن تكون دائما الطاقة الإيجابية للآخرين. إضافة لهذا مو كل الأشياء أنه أنا والله اليوم طشيت فمعناها راح أخذ فلوس أكثر، أكو فتشي فكرة دائما نفكر بيها، لا تكون أنت مثل النجم تطلع بس بالليل أو مرات تطلع مرات الظهر، خليك مثل الشجرة أنت دائما عندك جذور راسخة تبقى موجود بيها. عملية المطاولة بالإعلام ماكو، إحنا اليوم يمكن أغني نسمعها يوم يومين تنتهي، فتفاهات شوية نبطل من عندها، سخافات نبطل من عندها، محاولة يعني أن تتحلى بالشهيرة بطل من عندها، وحاول يكون في شيء إيجابي، وثقفوا نفسكم شوي. يعني الإعلاميين هي رسالة لهم، يعني نصر كلش كأنما أنت سطحي، والله أكو بيهم إعلاميين كلمة ما يعرف يكتبها، واحد يكتب الهيا ويسوي الهيا، تجي تسأله عن موضوع معين تقول له شنو فلان، يقول لك والله ما أعرف. طبعا موضوع البلوجرز يعني راد لحجي هكت بلوجرز سخافات وصلت الى مرحلة يعني عيب، هاي ما تجيك هي ولا هو ويسوي نفسه بلوجر واني هسه قاعد بفلان مكان. اولا خلينا اكون بالصورة، كمية المسجات اذا هم شجاعين وعدهم شجاعة او شجعان وعدهم شجاعة، خلي يطلع لي كمية المسجات اللي توصل لي يوميا، اللي يجي يحكي لي اقول لي والله بالمئات وصلتني، على كيفك اهدأ مو هيج. اثنين كافي نسوي دعايه لمنتجات انت بحياتك ما شايفها، يعني مره انا شفت وحده من البلوجر مسويه دعايه تقول هذا المنتج كل الزين، وهو المنتج بعده بالسيليفان، سيليفان ما شركه ما فاتحته، شنو الكذب اللي انت كذبي علينا. اضافه لهذا اليوم اكو اشخاص بلوجر يروج ويحكي وممكن يكون عنده اساس رساله اعلاميه وهي عباره عن تفاهه، كي 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 رحت فلان مكان كي 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 جت فلان سالفه،
وبس يعني انا اقول لكم بالنسبه، خلينا علينا مطلع على اغلب السليبرتيز والبلوجرز اليوم موجودين بنسبه 80-70% حتى ما اظلم البقيه، هم عباره عن اشخاص عندهم كميه نفاق جدا عاليه، كذب الحياه اللي عايشها، وعباره عن مكذب قدام العالم انه انا والله هيك وهيك، وتلقاه من جوا عباره عن بيئه مستنقع من الاشياء السلبيه. اضافه لهذا شويه ندرك يا متابعين، تابع الشخص اللي يقدم لك معلومة، مو الشخص التافه، لا تظل انت عبارة عن فقط تروج إليه. هذا سخافة ولا وحدة مثلا تجي تحكي واني وعلاقاتي ودنيا والنوب الفضايح الموجودة وشوف المرادم على اليوتيوب هذه، وانت مخوش آدمية وانت مخوش آدمي، وانت حكيت علي وانت حكيت علي، وهذه باق حبيب هاي وهذا باق حبيبة هاي، وصار للأسف يعني اليوم العالم يباوعنا على أنه إحنا عبارة عن بؤرة مشاكل، كمية سخيفين وسخيفات. خلينا نعكس صورة حقيقية للإعلام العراقي، للبلوجرز العراقي، للمهنة العراقية، للشاب العراقي، للبنية العراقية، نعكس أنه هم ناس عندهم ثقافة، أخلاق واحترام، ونحترم الآخرين مثل ما الآخرين يحترمونه، كن محترم تحترم، فبالتالي الاحترام لازم يكون واجب، على أنه ما أني أكسر بعض الأشياء اللي هي تعتبر ثوابت في المجتمع أو بالنسبة للعائلة. هذا أنا أشوفه، ونبطل سالفة يعني خلي أحكيها بالعراق، الفشار، كلمات البذيئة، عيب كافي، فشلتونا قدام العالم، دخيلكم دخيل الله يعني. طبعا خسوكم يا طريقة البرنامج. شكرا جزيلا لموقع جي كلاس على هذا اللقاء في هذا الأشياء الجميلة، هذا أحسن لأن طلعت رسمي كلش، فبس حقيقة شكرا جزيلا لموقع جي كلاس على هذا اللقاء الرائع، وما شاء الله عليكم يعني مثابرين، و100% إن شاء الله تكون الأمور طيبة، شكرا جزيلا.